التوجه إلى أمريكا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك. وأكدت الخارجية أن طلب تأشيرة الرئيس لا يزال لدى السفارة الأمريكية في الخرطوم. وقالت الخارجية السودانية في بيان لها إن ما نقلته بعض وكالات الأنباء منسوبا لمتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة بأن الرئيس البشير قد قرر عدم المشاركة أمر غير صحيح، مطالبة الحكومة الأمريكية بالقيام بها كدولة مقر بإصدار تأشيرة الدخول المطلوبة إذا تأخر ذلك كثيرا. وكان من المقرر أن يلقي الرئيس السوداني خطابه اليوم الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه سيلقي الخطاب نيابة عنه وزير خارجيته علي كرتي يوم الغد. جدد الرئيس